عليك، ما هو رأيك في ذلك؟ لأن مجلس التعاون الخليجي تعرض لعدة صدمات من قبل وثبتت متانته ومرونته، هل يوجد أي فرق؟ شكرا جزيلا. بداية أود أن أعبر عن شكري وامتناني لمحمد على استضافتنا هنا اليوم. من الرائع دائما أن نأتي إلى المملكة العربية السعودية، ومن الرائع أن نتذكر في هذه الأيام بتفاؤل النظر للأمام والتأكد أننا نضاعف جهودنا على مسار التنمية بغض النظر أو رغم التحديات الجيوسياسية والعالمية القائمة حاليا. الأمر الرائع فيما يتعلق بالاقتصاد في دول الخليج هو أننا اليوم نرى مسار تنمية يتجه نحو التنويع في مختلف اقتصادات الخليج، والمملكة العربية السعودية حققت قفزات هائلة في هذا الصدد. وفي المملكة، مملكة البحرين، نحن تقريبا بنسبة 83% من الناتج المحلي غير نفطي، وهذا مسار تنموي مضت فيه المملكة، مملكة البحرين، منذ وقت طويل. هذا التنوع يحقق المتانة والاستقرار في الاقتصاد. هذا يعني عندما تكون هنالك قطاعات معينة تعاني بسبب اتجاه عالمي أو غيره، القطاعات الأخرى ستكون قادرة على القيام بدورها. وإذا نظرنا إلى مجلس التعاون الخليجي اليوم نجد أن الناتج المحلي فيها تقريبا في حدود 3 تريليونات دولار سنويا، وربما توقع أن يصل إلى أكثر من 3 تريليون بحلول 2030، والتحفظات تقول أنه سيصل إلى 6 تريليونات دولار سنويا بحلول 2050. هذه تطورات وقصة تنموية هائلة على الصعيد العالمي. هذا التنويع مرتبط كذلك بالسياسة، تنظيم وتشريع قطاعات معينة، فتح قطاعات أخرى، تحفيز قطاعات أخرى. ولذلك فإن الزخم في هذا المسار التنموي كبير جدا، ونحتاج إلى الحفاظ عليه، وهو بطريقة ما يعزلنا عن الصدمات العالمية من ناحية الحجم والسرعة التي يحدث فيها، رغم أن هنالك بعض الرياح العكسية أحيانا التي تواجه، ولكن السرعة وقوة وحجم هذه التنمية تعزلنا عن الأزمات العالمية. مهم جدا في المنطقة أن نواصل بناء الجسور، ومستقبل هذه المنطقة، مستقبل واستقرار هذه المنطقة وأمنها قائم على توفير الفرص للجميع، وهذا ما سوف يكون داعما أساسيا لمنطقة آمنة مؤمنة توفر الازدهار للجميع وتقدم الأمل والفرص للجميع، وهذا ما نحاول أن نواصل التركيز عليه. والأفكار التقليدية التي كانت موجودة وهي خطوط متوارثة من الأجيال السابقة، سواء الخطوط الإثنية العرقية أو غيرها، كلها أشياء علينا الآن أقول لا ننظر إليها، ولكن ننظر إلى الخط الذي يربط بيننا وبين المستقبل، وأن نبني ونرى وأن نؤكد أن هؤلاء الناس الذين ينظرون إلى الأمام هم الذين يمسكون بزمام الأمور. وخارج هذا الخط، هؤلاء الذين يسعون إلى التخريب والتدمير ليسوا جزءا من المستقبل. المستقبل يجب أن يكتب على يد من هم بنات المستقبل، وهذا ما يجب أن نمكنه.